يا مرحبا بكم في برنامجكم سوالف يا دولة. أظن يا مرحبا بكم برنامجكم سوالف يا دولة. برنامجنا ولا برنامجكم؟ أنت قولي اللي بخاطرش يا مسالم. لا حبيبتي، لازم نطلع في صورة حلوة، نحن مذيعات الحين ولازم نطلع مستوى جيد قدام الناس. بس كن الله يحفظكم الكلام. خلاص أنا ما حفظت ولا شيء، مطلوب مني أني أحفظها الورقة كلها، لكن أنتم ما خليتوني أحفظ شيء. دوش مسالم، أنت عطيها فنيان قهوة، خليها تسكت. دوش قهوة يا دوش، خليها تسكت. دوش خلي فنيان قهوة. يلا باقي ثلاث دقايق. يلا يلا بسم الله. يلا غايته. صبروا بعدنا ما دخلنا الاستديو. سوالف يدو الموسم الثاني، الخميس 7:30 مساء على قناة أبوظبي.